كاين هي ماشي سؤال، هي حوار صغير صرا بيني وبين زوج جامعيين جزائريين. خلينا من الكوابة، عندك الحق، تكون بالوكالة في كاري الحرب، تكون درك رانا درك حاليا قضية أوكرانيا راهي حرب باردة بين السوفيت وبين الحلف الأطلسي. ما تنسوش حلف فارسو كي تنحى يخلق هذيك مجلس التعاون الدفاع نتاع الدول الجمهوريات تاع اكس روسيا افهم بالعربيه لا مال بالك يقولون على اساسيه. كون نبداو اسم الجزائر الى دول شمال افريقيا، انا بالنسبه لي اسم الجزائر حتى ونخليوه مكره، بصح نوميديا لازمها تعاود تحيا. الماسينيزم هو الوجهة والاتجاه والمشروع السياسي تاعنا هو الماسينيسية. كون الأمر يكون في يدينا نبنيو عاصمة جديدة نسميوها لا ماسينيسي، راح تكون مزج بين نوميديا القديمة وبين نوميديا المستقبلية أو الجزائر المستقبلية المتطورة القوية. تكون عندها طابع يدل على الهوية نتاعنا ويدل على الثقافة تاعنا، وما يلغيش التفاعلات الاجتماعية اللي مرت بها الأرض نتاعنا في خلال كل الحقبات التاريخية. نولي الموضوع، تحاورت مع زوج جامعيين طلاب جزائريين جاوا يقراو هنا في فرنسا العام هذا. الحوار كان تريز انتريسون. من الأسئلة تاعهم، الأسئلة اللي عجبتني بزاف وجاوبتهم بتجربة أمريكية اللي نقدروا تقدر تكون عندنا احنا في الجزائر. احنا عندنا الجامعة معزولة عن الاقتصاد وعن كما نقولوا احنا المؤسسات الأخرى، شغل الوزارة بذاتها قرر يطلق الطريق، ما كان اوكين بلانيفيكاسيون في لا فورماسيون اكسيتيرا، سيتادير اون فورم بور فورمي. قال باش ولاد ما يبقاوش يدوروا برا عطيهم كرسي في الجامعه يسرك الخمس سنين ومن بعد تلقوا الشوماج. هذه بيان سور هذا سي تان ديفو تاع لا غوفرنانس باسكو با دو بلانيفيكاسيون. البلاد اللي ما عندهاش اون بلانيفيكاسيون ماشي بلاد وما توصل لوالو. سي لا بلانيفيكاسيون كي دو اوركستري لونسامبل دي مينيستير، وبلا بلانيفيكاسيون اللي نقدروا نحاسبوا لونسومبل دي مينيستير بارابور او زوبجيكتيف اسيني ا شاك مينيستير بيان سور اون كورريلاسيون افيك لو طون. تقدروا شنو نطلبوا من الوزاره مثلا تحقق مشروع نتاع 24 شهر في 24 يوم، هذا يسمى الهبل التخطيط. اكزاكتومون تخطيطوا لا بلانيفيكاسيون ماشي غير تخطيط، تخطيط البرمجه باش انا كنت تقولها سي لا بلانيفيكاسيون سي دافوار ان بلان دو ديفلوبمون جلوبال اي جينيراليزي مي تري ديتاي اوسي. علاش؟ بور بيرمتر لو كونترول. قلت لهم بلي الجامعة تاعنا حنا البروبليم ديفو سي كو معزولة على البلاد. التجربة الأمريكية من أحسن التجارب. الجامعات الأمريكية اللي انتجري بار اكزومبل في لا ديفونس الأمريكان، في الجيش الأمريكي، اللي انتجري في الشركات الاقتصادية والمؤسسات نقول احنا لي زونتربريز بريفي ولا ميم بون مانوف بوبليكو ما مي نقولوا بوبليك سي فولي تاني. كيفاه؟ لازم تكون كاينه توجور اون باسريل اونتر لونيفرسيتي وهذه المؤسسات. دقيقة je supprime par quelqu'un. واش معناتها؟ لازم خلق مؤسسة ولا هيئة تكون جسر بين الجامعة وبين استغلال
الأبحاث الجامعية والكفاءات الجامعية في مجالات تطور الجيش الجزائري ومجالات تطور المؤسسات والاقتصاد والصناعة والزراعة يتسكوفولي. لازم دي باسرال بين الجامعة وبين المؤسسات. يعني الأستاذ الجامعي ندرجوه في إطار لا ريشيرش، اون بارتي يديرها في الجامعة، اون بارتي هو يخير اون ايكيب من لونيفرسيتي تاعو من لي ستوديون تاعو يروحوا لانستيتيوشن هذه اي يل ترافاي بور لي زوتر انستيتيوشن ناسيونال. ليتوديون ايلي انتغري في ان بروغرام دي ال ديبار تاعو دي لو ديبار بيان سور ماشي سنه اولى سنه ثانيه مي بعد لو ديبلوم الاول يكومونس ا اتر انتغري دون سكون ابل لا ريشيرش كو سوسوا dans les sciences appliquées ou là dans la recherche fondamentale ou là que je veux dire l'arabia les علوم التطبيقيه fondamentale ou là les علوم bon fondamentale là je veux dire l'arabia ma belle petite ça là pas ça donc il faut créer had les مؤسسات هادو اللي بين الجامعه كي نقول الجامعه كامله يعني اساتذه وطلاب مع بعض والمؤسسات الاخرى وزارة الزراعة، وزارة كذا، الصحة، صيدل، إكسترا، 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 إكسترا. يفو انتجري لونيفرسيتي. لازم ان اتيديون كي يدير ان بروجي دو ريشيرش ولو بروجي هذاك ولا لا تيز هذيك اون بو لوتيليزي كلكو بار لازمها تخرج للميدان. مي باش تخرج من ميدان الجامعة الى الميدان التطبيقي برا ولا لازم كاين جسور. الجسور هذه لازم الدولة تخلق جسور. قال مثلا شيبانا قال الهيئة وسميها جامعة علاش بوركوا با قال جو سي بانا يا لانستيتيو دي سيونس ابليكي شيبا كاش حاجة اي فا ريكوبيري ديفيرون برانش دو ريشيرش بور ابليكاسيون ايميديات سي فو فولي. الماريكان دارها، الماريكان دارها، الأمريكان استفاد من الجامعيين تاعو، استفاد من كل الكفاءات تاعو، استفاد من كل الكفاءات تاعو. وأهم قطاع لنا حاليا في الجزائر في الدول الضعيفة هذه نقولها لي ستوديون تاعنا، أهم قطاع رياضيات، لأنه احنا دولة ضعيفة، دولة ضعيفة بالنسبة للدول المتقدمة. باش نبرز بطريقه سريعه لازم نستغلوا الطاقات اللي عندنا وسهل الاستغلال نتاعها. الطاقات اللي عندنا هي الطاقه البشريه، هي الشباب تاعنا، الشباب الجامعي. لازم الكفاءات، يعني الاولاد اللي عندنا بكل اللي عندهم خاصيه يعني قابليه للرياضيات يعني لا سيونس دي ماتيماتيك اون فاسابوي سور هادو sur هادو parce que من les mathématiques on a le codage, من les mathématiques on a les algorithmes, من les mathématiques on peut avoir de l'intelligence artificielle, من l'intelligence artificielle on peut devenir un pays très développé qui vend des services. C'est ce qu'on appelle actuellement l'industrie des services. نقدر مش محتاج à des investissements كبار لانه ربي عطانا l'investissement la matière première عطانا عطانا déjà نطيروا ما لقاوش الامكانيات برك ما قراهمش قد قد ما اعتناوش بهم ما عادو ماشي مي سون با بلوز انتيليجون علينا لي فرونسي ولا لي زونغلي ولا لي امريكان ولا ماشي نورمال. عندنا نظام خلى واحد في منبر تاع مسجد يرجع الناس كل دواب، النظام خلى الشيخ اللي في الجامعه يبزنس بزنسي يبيع لي موطي يبيع مرخص روحو على 4 دور ماشي نورمال. هو ثاني لازم يعيش enfin bref on revient au sujet. C'est très important pour les pays hadou لازم الجامعه هي اللي تبلونجي في المجتمع. كي نقول في المجتمع، في المجتمع كامل، في المجتمع كامل. وكل العلوم مهمه، العلوم الانسانيه مهمه لانها تنظم المجتمع وتعطينا النظره اللي تخلينا نقدروا نيفاليو سو بروجيت دون لافنير بور لا سوسيتي باش نداوي المجتمع من الامراض نتاعو، لان المجتمع يمرض كما يمرض الانسان في حداته بعد. دونك المجتمع الثاني عنده امراض، لا بسيكولوجي مهمه، التاريخ مهم،
بون جغرافيا سي اون غران سيونس، لا جيوغرافي حنا والله غير في الجزائر كون نقول لواحد عنده دكتوراه في الجغرافيا ولا اون جيوغرافي سي تان سبيسياليتي يضحكوا عليه برسك. alors que c'est une l'une des sciences les plus importantes actuellement, les plus importantes. Bon, je crois que j'ai terminé le live. Donc toujours fait état théorie CSIA. Nasli mazal tqsi al CRN al Logan. Je ne suis pas concerné. J'ai démissionné des deux instances ado. Rabbi yuffaqhom ala kulli hal. بميولات شرقية مصر. الجماعة ما تخسرنيش على مصر. لكان الشعب المصري، الشعب المصري كما الشعب الجزائري نفس المعاناة. لكان الحكومة المصرية، الحكم المصري شوية بير على الحكم الجزائري سيتو. شوية بير. داير مصر ربما نحكي عليها في موضوع واحد آخر، نديرو أن طابلو كومباراتيف بين مصر والجزائر. بصح في راح تكون كاين ان ديكالاج تمبوريل باسكو مصر في المشاكل افونسات علينا بحوالي 10 سنين. يعني كون نحبوا مثلا نعرفوا واش حيصرا في الجزائر من على 10 سنين كون تكمل هكذا، نروح نشوفوا الصحافه المصريه يا ديزون واش كانت تحكي. موتور هذا موتور حلوخ قالك ما تصورش روحك في السبيطار الناس راهي تشفى فيك شي هموني ناس موتور رمبلي بربان كاع يعني الناس كل الناس يجيب من يشفى في الله اللي ما يشفاش اللي قادر يشفى في المرض يشفى في المرض ما انتوكا انا مريض وعايش خير منه هو بصحته سي تو سي سكو جو بو دير خير من برشا داير. Voilà. Donc on a terminé. حاجه واحده بربي ان شاء الله في المرحله القادمه بيان سور كي نخرج من السبيطار on va réorganiser les lives de manière بربي ان شاء الله ça sera plus de communication بصح بطريقه اكثر منهجيه et plus professionnel. كي نقولوا plus professionnel ça veut dire orienté. يعني المواضيع واضحه و بربي ان شاء الله اونورا بون اونورا سكون ابل اون ريفيو دو لاكтуаليتي هبدومادير نديروها بوندون 2 اور دو طون وين نديرو اون ريفيو يعني عرض حال للاحداث في اسبوع على الساحه الدوليه الساحه الوطنيه الساحه ريجيونال تاعنا افيك دي اناليز اي دي انترفونون يونيفرسيتير pour certaines situations وراح تكون باللغه العاميه تاعنا حنا يعني باش تكون في متناول الجميع. فوالا je suis en train de préparer ça ربي ان شاء الله on va la lancer bientôt. هذه خاصه بنضال محدد حر لا ينتمي لاي تنظيم Ce n'est ni le CRM, ni le GAN. C'est du militantisme politique. Nedal, Siasi, Hor. Marc.